السلام عليكم. في أداة مجانية اسمها أتكور، دي شركة بتعمل زي سبورتات، تمام؟ فهو مديك الفاميلي بتاعتها كلها جاهزة بحيث إن أنت تختار وتبدأ إن أنت تحطها بالشكل دوت. فدي مهمة طبعا للناس اللي هما بتوع كهربا، يقدروا يلاقوا السبورتات اللي هما عايزينها، وبرضو البايب وهكذا. تقدر تحط سبورتات زي ما أنت عايز، كيبل تري، بايب، زي ما أنت عايز.